وين ما كنتم مشاهدينا بحييكم مع الحلعنا عبر الام تي في. اضراب اليوم هيدا تعبير عن طبعا يكون اللبناني عنده حكومة مثل كل دول العالم يلي هيك بشكل طبيعي كل مؤسسات الرسمية بتكون موجودة بالعالم إجمالا. بنعمل إضرابات تنسقط حكومة إذا كانت الحكومة ما عم تاخد قرارات بتفيد شعبها أو مجتمعها أو بلدها. نحن العكس التمام، نحن صار قاطع 225 يوم ما عنا حكومة، يعني نحن الوحيدين نكاد بكل العالم اللي منطالب يكون عنا حكومة. يعني شيء كتير غريب إنه بلد مثل لبنان يلي صدر الحرف يلي بيفتخر بأبنائه وين ما كانوا بالعالم، مش بس ناجحين بيرفعوا اسم بلدهم، ما قادرين بهالبلد يعملوا حكومة للأسف الشديد، مع العلم إنه ما بدها شيء، بدها إرادة، بدها مواطنة، بدنا نطلع شوي من أنانيتنا وبدنا نعتبر إنه الحكومة هن وزراء بيجوا بالمكان المناسب لخدمة الناس. فأنا بتمنى إنه بهاليومين المقبلين ومش أكتر من هيك بالفعل يكون عنا حكومة، لأنه هيدا مش مطلب، هيدا حق لكل اللبنانيين. وبلش مع المعلومة. معلومتنا لليوم، وزارة الطاقة والمياه أصدرت ببيان أنه السعر العادل لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الأول هو التالي: 351 ليرة لبنانية عن كل كيلووات ساعة، للمشتركين بالعدادات قدرة 5 أمبير 15000 ليرة زائد المقطوعية الشهرية 351 ليرة عن كل كيلووات ساعة، قدرة 10 أمبير 23000 ليرة لبنانية زائد المقطوعية الشهرية اللي هي 351 ليرة لبنانية عن كل كيلووات ساعة، قدرة 15 أمبير 30000 ليرة لبنانية زائد 351 ليرة المقطوعة الشهرية عن كل كيلووات ساعة، تضاف 5000 ليرة لبنانية على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافة. هالتعرفة مبنية على سعر وسطي لصفيحة المازوت الأخضر 20 لتر لشهر كانون الأول البالغ 17997 ليرة لبنانية بعد احتساب كافة المصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة لهامش ربح جيد لأصحابه، مع الإشارة إلى أنه معدل ساعات القطع بكافة المناطق اللبنانية بلغ 212 ساعة بشهر كانون الأول خارج مدينة بيروت اللي بتنقطع فيها الكهرباء حالياً بين الأربعة والخمس ساعات يومياً. هالتسعيرة صدرت بناءً على جدول حسابي معتمد من قبل وزارة الطاقة من تاريخ 14/10/2010 تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 بشأن اتخاذ تدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستناداً لآلية التطبيق المشترك بين الوزارات الداخلية والاقتصاد المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 اللي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه بتعميم تسعيرة المولدات الخاصة استناداً لأسعار المازوت الأخضر بنهاية كل شهر. كما أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن أرسلت لوزارتي الداخلية والاقتصاد كتاب حول تسعيرة كانون الأول للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة. اتصالاتكم على 04-444-4444 وباخد أول اتصال لليوم. ألو ألو، بونجور. بونجور مدام. معك مدام من عمشيت. مدام أنا دافع المي ومسكرة ولا سنة مكسور علي. بنحب دق لهم بالسرايط جبال بقول لهم ما عنا مي. بيبقى بيقولوا لي يمكن مسطم خطيك، نت صغيرة بسكر التليفون بتيجي ساعة وبتنقطع، يعني عم نطبع متر المي مقطوع. نعم. يعني ما عادت اجت المي؟ لا لا لا، ما في مي بعمشيت. وين بعمشيت؟ بعدنا بحي العربي عندنا نفس المشكلة؟ ما في. غريب. والله لقلك في شهر رح يصير لنا شهر. يعني اللي بيزعل انه مثل كانه جوابوك وخلص وسكرنا الخط ونحن جوابناك، ما بيحملوا مسؤوليه انه هيدي خدمه مفروض تنعطى للناس لانه عم يدفعوا حقها.
يعني بدي أطلب من مدير عام مؤسسة مياه بيروت جبل لبنان وكل مدراء مؤسسات المي بلبنان أقلهم يخبروا موظفينهم أنه هن بخدمة الناس عم يعطوهم مادة حيوية، ما عم يعطوهم شيء فينا نستغني عنه، يكون عندهم هذا الحس. معلش صرنا بلا نعطي ملاحظات بهذا الموضوع تنحس أنه المي هي حياة، وده بيأسفني أنه كل هالمي هلأ أني كل هالنعم اللي عم تنزل مع تلج بوقته كله رايح هدر على الطرقات، ما بعرف إذا على البحر على الأنهر، بس بيوت الناس ما عندها مي. اليوم حاولت أعرف إذا بس كنت رجعت للمي وليه ما عندهم مي من 5 أيام. صراحة مبارح كان في احتفال بالمتن الأعلى، المتن العالي، مع المدير العام مع كل الموظفين، ما حدا قادر جوابنا، واليوم مع الإضراب موقفين بقى. إن شاء الله بكرة ما بدي حكيهم بقدر ما بدي يرجعوا ورجعوا المي لمنطقة عايشة بقلب المي وما عندها مي. مؤسف جدا. كمان في مناطق تانية غير عمشيت حارة العربي، يعني حي العربي، لهلأ ما عم بيشوفوا المي إطلاقا وبيدفعوا كل آخر سنة مي. هودي كمان مفروض 2019 ما يعود في عندهم، ما يكون في حجة، يعني يكون عندهم مي صراحة. بأخذ اتصال آخر. ألو ألو ألو، من سن الفيل ما قالوا لي معنا حدا على الخط. ألو، بونجور. بونجور مدام، معك مدام جورجيت. أهلين مدام. أهلا فيكي. ألو، تفضلي تفضلي مدام جورجيت. ايه، من سن الفيل. حبيبتي نحن قلنا من 79 سكنين بالبنية بسن الفيل. نعم. والمجرير عنا كارثة. صرف الصحي وين؟ بالبنية، بالحي، بال... صرف الصحي تبع الحي كله مجمع عنا ببنايتكم يعني او قدام البنية؟ ايه قدام البناية. بناية وبيطوف على الملجأ. بناية مين؟ بناية وهيب الحريري. معه الخبر بالبلدية مصلحة الصحة؟ حبيبتي الرئيس البلدية وخيو المختار على سلامة عينهم، بس الموظفين ما عم يقولوا لهم، هلكونا بالمجرير، بالرويح، بالزبالة، بالقرف. نحن رح نقول لهم. الليلة بقى شلال شلال للمجرير، هلا بيبعثوا لنا مكنة بيقولوا لنا تدفعوا لنا $250 بتشفط، هذا مش حل حبيبتي. نحن عنا إذا بيوصلوا لنا المجرير على كورنيش النهر، نحن حد النهر صرنا، بيوصلوا المجرير لتحت وبيحلوها، نحن مجرير ظهر الجمل ومجرير شارع الغزال عنا. اوكي، نحن رح نحكي رئيس البلدية. حكينا رئيس البلدية وحكينا المختار، الليلة كان شلالات نازلة عندنا على الملجأ، ريحة. ايه شو قالوا لكم؟ شو قالوا لكم؟ بعضه مكانات تشفط عالي يعني بلش، بس هذا مش حل نهائي حبيبتي، هذا مش حل نهائي. الحل النهائي نحن بدنا نشوف، بدنا نشوف مع البلدية شو الحل النهائي. ايه بس بتعملي معرفة بتقولي لهم يمدوا المجرير، نحن مش مضطرين مجرير شارع الغزال وظهر الجمل تنزل لعنا. نحن هيك رح نقول لهم. الموظفين كلنا صاروا عم يعيطوا علينا وبيشحطونا كمان. عم نتبهدل، صدقيني عم نتبهدل. يا لطيف، اذا بتهبط البنايات مين بيحمل المسؤوليه؟ بده حدا يجي يصور الملجأ عنا. شوفي كيف عم تفسخ الحيطان. صوري لنا اياه وبعثي لنا الصوره. عنا جورج المصور تبعكم. عنا زميلنا قلنا هون بالام تي في. ايه زميل لكم، هو ساكن معنا بالبنايه. يلا لازم نقول له لجورج. جورج شو عائلته؟ عنا كثير جورج بالبنايه، جورج ابو رجيله. ابو رجيله عفاكي، رح نقول له يصور لنا اياها هيك، بلكي اذا شافوها يعني بحسوا قد ايه عم بتعانوا. اهلا وسهلا فيكي مدام. معك حق. لا لا نحن ما بدنا مزح، يعني قضيه صرف صحي، يعني في سلامه عامه، يعني شو هالحكي. اتصال اخر. الو الو الو، تفضلي. يلا يلا، شو عن مرحبا. فيز مايك محمد عباس من دبي. اهلا استاذ محمد، تفضل. بس بدي اقول لك انا اخذت كادو من اهلا مرحبا. ايه من وين اخذت الكادو؟ جبت كادو معي من دبي، تليفون. اوكي. على لبنان. بدك تدفع، بدك تدفع علي شو اسمه ده، جمارك. مصاري. ايه اوكي، بس انه انا اخذ تليفون كادو، يعني ماني اخذ عم تاجر حتى لي دفوني. يعني انت منك اخذ وسط تليفونات جاي تاجر فيه، اخذ تليفون معك كادو. هذا اللي عم بتقوله انت. هذا اللي عم بقوله، انه نحن كمواطنين اذا بدنا نجيب كادو صرنا بدنا ندفع للدوله عليها. صراحة في كتار غيرك كمان تفاجأوا بالموضوع، ونحن بدنا نقول إنه فينا نفرق بين إذا واحد أخذ وسقة، وفينا نفرق ما إذا كان أخذ يعني قطعة واحدة مثل الواحد بيقول، يعني فهذا مقصد إنه معقول الواحد جايب كادو على بيته
بده يروح يدفع عليه بالهيدا يعني فينا يفرقوا بين يلي عم بتاجر وعم بيهرب وعم بيفوت وبين يلي جاي زيارة وجايب معه كادو. ليك بدنا نشوف مع الجمارك القرار أكيد يعني إذا متخذ بيصير في تعديل لإله أو شيء. معك حق، أهلا وسهلا فيك. أنا فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في واكيد اتصالاتكم دائما بناخذها على 04 444 4444. وبدي انتقل لاوتوستراد نهر ابراهيم يلي اليوم كل يلي مرقوا عليه شافوا انه كانت وزاره الاشغال العامه والنقل مثل ما عم نشوف بهالصوره هيدي عم بترمم الحفره يلي موجوده على الاوتوستراد. ان شاء الله بتترمم كل الحفار خصوصا انه اليوم طقس كان مناسب مع الشمس مع الطقس الحلو قبل ما ترجع تتكرر العاصفه بكره وتستمر. اتصال جديد. الو. الو مرحبا. اهلا ست ريبيكا. نعم يعني ان شاء الله يكون الحل عندك مثل ما بيقولوا. ان شاء الله من عنا. من عندكم. نحن ست ريبيكا نحن عنا بوست كهرباء. ايه كان من 10 سنين يا محلاه ماشي بجنب. ايه لانه ما كان عليه كثير ضغط. ايه المشكلة وين؟ نحن الشارع كل شارع له بوست. نعم تقريبا. اجوا جابوا سنتر كبير طويل عريض وحطوا لنا وصلوا بهالبوست من 10 سنين. ايه اكيد هلا بده يصير عليه ضغط ما بده يحمل. طيب وين بأي منطقة؟ نحن بجل الديب. وين جل الديب؟ شارع دي آ اف. شارع؟ دي آ اف. دي آ اف. دي آ اف، اوكي. ايه هلا السنتر اللي حطوه معنا هو سنتر استوريا بجل الديب. اوكي. هو في 100 بوست حده. اوكي. يعني في شيء بوستين ثلاثه حده. هلا المهم نحن صرنا 10 سنين بيجي بتجي شركه البيوت بتصلح العطل من بعد ما يحرق لنا الدنيا كلها عنا بالشارع. يعني امبارح من عشيه كمان حرق الدنيا. نحن صرنا حكي مع البلديه. يعني انا يعني حكي مع البلديه بيقولوا روح اعمل له جمعيه ونزلوا تشكوا بشركه الكهرباء. انا بعرف شغله. نعم. انا بعرف شغله انه البلديه بدها تكون واقفه معنا بهالقصه. لا لا هي ما لها علاقه البلديه صراحه انه هلا اوكي مفروض البلديه هي سلطه محليه اكيد بس يوم اذا كهرباء لبنان اول شيء البيوس يعني هي بتخفف عنهم اذا بيتكبر البوست لانه ما فيهم كل ما صار عطل بدهم يجوا بس حتى ينزلوا ديجونتور يعملوا ديجونتور. ما احنا ست ريبيكا كل مره بنقول انتم جماعه البيوز انتم بس تصلحوا جماعه العريضه ما لا لا ما بيقدروا لك لانه لك شغله اللي بده ياخذ القرار بتكبير البوست هو كهرباء لبنان يلي بتعطي الاوردر يعني يلي بتطلب من البيوز انها تكبر البوست. طيب يعني نحن لازم نحكي مع كهرباء لبنان. المواطن بده يحكي كهرباء لبنان. انا رح وصلكم صوتكم لكهرباء لبنان بلكي بينحكى مع البوست مع البيوس ساعتها وبيجوا بكبروا البوست. اوكي اهلا وسهلا فيك. نحن بنكون ممنونك يعني اهلا فيك. بصراحه مواطن واحد لحاله بينزعج كهرباء 100% 100% 100% نحن بنكون ممنونك اذا بتهتمي بالموضوع 100%. ميرسي. اهلا فيك. إذا تحت الهواء لا نحن على الهواء. أهلا وسهلا ما في لزوم خلاص معروف القصة. أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا. مرحبا. مرحبا. معك من منطقة جبل لبنان. أوكي. عم بحكيك كرمال الماي كنتوا عم تحكوا عن قصة الماي. إيه وين بجبل لبنان؟ اسم الله جبل لبنان محافظة بشويفات. بشويفات. إيه شو عنا بشويفات؟ بس لأنه في ناس عم تحكي. أوكي أنا موظف بمحطة محطة من المحطات. نعم. عرفتي كيف؟ نعم. أنا بس حابب إني أقول شغلة. نعم. في معلش في بعض الناس بعض الناس يعني مش عم بحكي بيجمل الكل بس أنا مأكد إنه المؤسسة مش عم تبخل علينا بشيء. نعم. يعني مثلا أنا معلش لأنه موظف بس أنا نحن بتنقطع عنا الكهرباء فترة عم بيلبونا بالمازوت لندور المولد. عرفتي نعم. كيف؟ نعم. يعني ما تبخذيني بهالكلمة. بس في ناس تجي بتشتكي للمؤسسة مثلا تشتكي على شخص مثلا معين. نعم. أنا ما رح فيني أقول الاسم مثلا بس بتشتكي لشخص معين إنه مش عم تجي عنده المي. تبقى بتجي مثلا عفوا بيجوا ناس من البلدية وغير البلدية وغير من المؤسسة إنه في عن جاره جاي المي وعنده مش جاي المي. فمعنى مش كل ما إنه انقطعت المي يعني هيك بيتهم الموظف إنه والله أنت عم بتميز هون بتعطي وهون ما بتعطي.
ايه ما هو عفوا ما هني هيك عم بيفكروا انه ايه بس اليوم هي... اذا انت جاي عندك المي وجارك مش جاي عنده المي ايه شو بيكون السبب؟ بيكون السبب بيكون في عطل خاص عنده بالبيت. يعني عليه يبلغ الكول سنتر. صحيح ما هي 3-9-6-0-80. عفوا المنطق انه ما نجي نحط على المؤسسه او على الموظف اللي عم يشتغل بهاي المؤسسه. اوكي نحن ما نعمم انه كل واحد بيشعر انه مغبون بالمي بيتوجه دغري على المؤسسه ويقول لهم انه جاري عنده انا ما عندي شوفوا شو المال شو المشكله. صحيح صحيح بس رح ارجع اذكر نحن عم نحط على الشاشه اصلا رقم الكول سنتر بس ما تحكون اليوم لانه اليوم مقدربين وبكره يمكن ما بعرف اذا السبت كمان بكره عطله لانه عطله الاسبوع ونهار الاثنين عطلة عيد الغطاس عيد الميلاد عند الأرمن بقى كمان عطلة رسمية الاثنين فراحت لنهار الثلاثة. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو 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 بونجور بونجور تفضلي. معك هبة من تلت الخياط. اهلا وسهلا فيكي. شو عندك هبه؟ في عندنا مشكله عندنا مستودع تحت البيت. اوكي. ومن شي جمعتين كان في كاميون كثير كبير نقل مثل براده يعني يمكن شي كان وزنه يمكن شي 10 طن اذا مش اكثر ما بعرف قد ايه وقلب الكاميون. ايش عشو اجا؟ الله ستر انه اجى على سياره ما كان فيها حدا. ايه وضلوا للساعه 3 بعد نص ليل لقدروا يشيلوا الكاميون. يعني انت بدك تقولي انه مش مفروض بنايه سكنيه يكون فيها مستودع وما بتستوعب كاميونات من البور او مش شحن مش هيك مش ممنوع انه يمرق كاميون بطريق كمان. فرعيه كمان طريق فرعيه من بهالحجم هيدا يعني كل يعني هيدي المنطقه أيه. كثير بيمرق فيها ناس بيتحولوا من ماليات لمزرعه لغردان كلهم بيمرقوا فيها والله ستر ما بعرف ليش هيدا النهار بالذات ما كان في حدا قاطع الحمد لله انه كمان السياره والحمد لله انه السياره ما كان فيها حدا يعني لو كان فيها حدا كانت مشكله اي اكيد لو انا كنت مصوره من فوق يعني يمكن حتى الشوفير ضمط اي كمان لقلك شغلة لو عنا هيك مراقبة أكتر ما كان يعني ولو عنا جدية بالتعاطي يمكن ما كان هيدا صاحب الكاميون بيحمل هالمسؤولية وبيقطع كل هالمسافة لينزل هالبراد اللي معه هالبضاعة اللي معه بطريق فرعية وصغيرة. معك حق يعني بتمنى ما تتكرر بس كمان لازم المراجع المعنية تاخد إجراءات من هالناحية. أنتوا ما اشتكيتوا لحدا كبناية ما هيك؟ نقطع الخط. كمان اتصال. الو الو تفضل تفضل ألو. تفضل مسيو. بونجور. اول شيء بونجور. هلا بدي احكيك عن منطقه بيت شباب بجبل لبنان. اي في جوار وين ما كان تم تسكيتهم بالصيفيه يعني بس للاسف انه في جوار ضلت مترة ما تزفتت يعني زفتت كل الطريق. وين هاي الجوار؟ باي احياء؟ نعم باي احياء؟ تقريبا كل بيت شباب. طيب وين زفتوا؟ وين ما زفتوا؟ تقريبا يعني بنص بيت شباب هي لا لك شغله على طريق البيوت يعني طيب. لا افهم منك شغله لا افهم منك شغله لخليني افهم عليك شغله بالصيف زفتوا بعض الجوار ببعض الاحياء وتركوا احياء ثاني بقلب بيت شباب تركوها بدون تزفيت هلا محفره وحاطين دواليب تينبهوا العالم لا لا مش حاطين دواليب فقعوا كذا دواليب بالحي شو عاملين فقعوا كذا دواليب السيارات فقعوا دواليب السيارات حكيتوا البلديه ايه صار في تواصل معهم شو قالوا لكم؟ بس ما في رد طيب نحن رح نحكي البلدي هلا اكيد رح يقولوا لي بالجواب تبعهم انه بدهم طقس حلو بدهم ما عندهم امكانيه هي كلها رح اسمعها انا هلا بعرف شو الجواب مسبقا بس كمان مفروض اليوم قبل بكره ياخذوا اي اجراءات حتى يوفروا على العالم حوادث وغيره يعني ما فينا نبقى هيك لاول الربيع
رح نحكي مع بريد برشباب. صورة اليوم نشوفها سوا. طبعا احنا عشية عيد الغطاس، من هلأ الناس بتبلش تحضر لبكرة، حتى تعجن ببيوتها، حتى تترك الضوء مضوى برا، حتى يقطع الدايم دايم. فخلينا نكون حاضرين وبارك بيوتنا. بعطيكم موعد التنين مع انه عطلة رسمية، ولكن احنا مستمرين معكم بالحل عنا ام تي في. الى اللقاء، وبعيد طبعا الارمن بعيد المولد، بعيد ميلاد المسيح.